مساء الخير عليكم يا مجانين علم النفس، دي حلقة جديدة من برنامجكم مجنون علم النفس واللي بيقدم على قناتكم المميزة يوسف سايكولوجي لايف. طيب يا جماعة، النهاردة هنتكلم في مصطلح مثير ومهم، أو هو أصلا الأحلام الواضحة. طبعا هو المصطلح يبدو غريب شويتين، بس يعني عشان اللي هو ما تقعدش تسأل نفسك كتير هو إيه، فيلا بينا نخش في التفصيل بتاعته. مبدئيا كده خلينا ناخد فكرة عامة، هل انت عمرك حلمت وايقنت اللي انت اصلا جوه حلم؟ هو ده اللي بنقول عليه الاحلام الواضحة. طيب خلينا نخش في التفاصيل اكتر ونوضح الصورة اكتر ونشوف هو ايه اصلا تعريف الاحلام الواضحة. الاحلام الواضحة او الاحلام الواعية هي حلم الحالم اللي بيحلم بيها بيبقى عنده وعي ان هو جوه حلم، وكمان الانسان اللي بيحلم اصلا بالحاجات دي بيقدر ان هو يسيطر على تفاصيل الحلم الواضح. مش بس كده، ده بيقدر كمان يتفاعل معاه كأنه واقعي. خلينا اضيف لك معلومة، هل انت تعرف ان اصلا الاحلام الواضحة ممكن تبقى طريق وفرصة ان انت تتعرف على نفسك اكتر؟ طيب هل انت برضو عارف ان ممكن برضو خلال الأحلام الواضحة تحقق الأهداف بتاعتك؟ طيب خلينا نضرب مثال عشان برضو إيه الصورة توضح أكتر والدنيا توضح أكتر. تخيل لو أنت بتحلم وجوه حلم، وحاليا يعني جوه الحلم ده أنت بتطير، فبدل اللي أنت تصحى مذهول وكده، لا انت تستمتع بالحلم وتبدأ ان انت تتفاعل مع الحلم، تبدأ ان انت تطير فعلا زي العصفير بطلاقة. ده بقى اللي هنا بتسميه عندنا في علم النفس هو الاحلام الواضحة. اتمنى كده ان الصورة وضحت، يعني اظن يعني كده ان الصورة وضحت. خلينا ننتقل لنقطة تانية، وهي ازاي ان انا اتحقق من الحلم الواضح. بيقولوا ان في اصلا فوائد للاحلام الواضحه كتير، وان احنا نقدر نتحقق من الاحلام الواضحه بطرق عده، وكمان ده في طرق اللي احنا نقدر نخلي الاحلام الواضحه ممكن ان هي تحصل، وممكن ان احنا نجربها. ايه هي بقى الطرق دي؟ تعال نتعرف عليها. اولا التحقق الواقعي. طيب فيها الناس تقول لي ازاي؟ اقول لك بس ركز معايا بس كده. الحاجات اللي انت اصلا بتعملها اصلا في النهار، الحاجات العادية زي مثلا ان انت بتبص مثلا للايد، او ان انت بتقرأ مثلا نص ما، فان انت لما تتعود على فعل هذه الاشياء في نهارك العادي، ده هيخليك ان انت اصلا تيجي في الحلم تقدر ان انت تعملها بشكل تلقائي، وكده انت تحققت من الحلم بطريقة واقعية. هنخش على النقطة التانية، وهي تدوين الاحلام. واظن دي واضحة، يعني ان انت اصلا بتعمل تكتب تفاصيل الحلم لما بتصحى منه، ده هيساعدك في ان انت يزود وعيك للأحلام، وكمان ان انت تبتدي تتعرف على الأنماط اللي بتشير على ان ده حلم واعي. وفضل معانا النقطة التالتة من التحقق من الأحلام الواضحة، وهي التركيز على النوايا. ان انت تيجي قبل ما تغط في النوم، تيجي اللي انت تكرر ان انت عايز تجرب تجربة حلم واعي، ودي بنسميها برمجة الحلم. احنا ممكن ناخد مثال على الكام نقطة دول، وهو ان انت لما تيجي تصحى من الحلم، فانت كل عليك ان انت تكتب التفصيل بتاعته وتحاول ان انت تحققها في الواقع. ننتقل للفقرة الثالثة، وهي ايه فوائد اصلا الاحلام الواضحة اصلا. يعني
وهل هي اصلا ليها اهميه اساسا في الحياه ولا هي بتبقى مجرد احلام وخلاص. الحقيقه هي صراحه مش مجرد احلام، هي ليها فوائد صراحه كتيره جدا، وهي كالتالي: الابداع، ده اولا، ان انت اصلا الاحلام الواضحه بتعزز عندك التفكير الابداعي، وبتعزز بتدي لك ان انت تقدر تفكر بره الصندوق، وكمان بتديك بافكار جديده انت اساسا ما كنتش بتفكر فيها وتقدر انت تحققها على ارض الواقع. رقم 2، الخوف. لو انت بتخاف مثلا من شيء ما، فانت تقدر تواجه الخوف ده بكل امان جدا. كمثال، لو انت خايف مثلا من حاجه في ارض الواقع، فتقدر في عالم الاحلام اللي انت تقدر تقاومها وتنتصر عليها كمان. رقم 3، تحقيق الاهداف الشخصيه. ان انت تقدر اصلا تستخدم عالم الاحلام كاداه، بحيث ان انت تقدر تصور الاحلام بتاعتك بطريقه مناسبه جدا، وتبتدي ان انت تنفذها، وده كمان اصلا هيديك اصلا قوه بحيث ان انت تقدر تنفذها على ارض الواقع. خلينا ناخد مثال على الكام نقطه دول، وهو لو انت مثلا عايز تزود مهاراتك في موهبه ما زي العزف او الرسم، فانت ممكن تقدر ان انت تعزف على الاله في حلم واضح. وكمان اصلا فبالطبيعي ان ده هيزود اساسا الموهبه بتاعتك اصلا، وتقدر ان انت تعزف على الاله بشكل طبيعي في على ارض الواقع طبيعي. نيجي للنقطه الاخيره، هل ممكن الاحلام الواضحه تسبب لي قلق او تسبب لي مشاكل وما اقدرش ان انا انام او كده؟ الحقيقه ان هي ممكن تسبب لك بعض الاشياء، وده في العادي يعني، ده زي ما في حاجه ليها مميزات فطبيعي ان هي تبقى ليها عيوب، اللي بتبقى ليها برضه بعض التحديات. فتعال نشوف ايه هي التحديات بتاعتها. اولا، عدم السيطره بشكل كامل. هو احنا بنقدر نسيطر على الحلم وكل حاجه، بس ممكن ان احنا ما نقدرش نسيطر على كل جوانب الحلم، وممكن ان احنا كمان نتفاعل مع الحلم بشكل غير ارادي. رقم 2، القلق. ان انت اصلا تحس بالقلق لما انت من تحقيق الحلم الواضح، فده هيسبب لك اصلا قلق، ان انت مش هتعرف ان انت اصلا تسترخي وتبتدي ان انت تنام. طيب خلينا ناخد مثال على الكام نقطه دول، وهو ان انت اصلا لما تيجي تحقق حلم واضح وتحس بالتوتر، فده هيأثر على الجوده بتاعتك بتاعت النوم. احنا بكده يعني شرحنا الاحلام الواضحه بكل تفاصيلها، اتمنى تكون الصوره واضحه جدا، وان هي زودت لمعلوماتكم، ويعني قولوا لنا بقى في التعليقات تجربتكم مع الاحلام الواضحه وكانت عامله ازاي. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، يعني لو عجبتكم يعني ما تنسوناش السبسكرايب ولايك وشير. نتقابل في حلقات اخرى، مع السلامه.